هنروح بقى لحاجة عجبتني قوي امبارح. واي لاعب، وحضراتكم يعني الموضوع ده عارفين وما هوش حاجة جديدة، بس اي لاعب بينضم للنادي الاهلي بتبقى قصة نجاح ليه. ده مش مبالغة او دي مش مبالغة مننا لما نقولها، بس ده واقع، والواقع ده بيتقال من اللعيبة نفسهم. يعني لو رحنا ليه وسام ابو علي طبعا الوافد الجديد، واتكلم هو للموقع الرسمي للنادي واللي اجرى كان حوار كان شيق جدا وناس كتيرة جدا تابعته، هو قال يعني ان هو مهم جدا وهو فاهم جدا ان الهدف دايما هو الفوز بكل البطولات، وان الانضمام للنادي الاهلي شرف لاي لاعب، وان هو سعيد جدا جدا بتواجده، وان هو مش بس سعيد بالتواجد في النادي الاهلي، لا اهله كمان بيحبوا النادي الاهلي جدا وسعداء جدا، وده كان زي حلم بالنسبه لهم ان ابنهم يلعب مع النادي الاهلي. خلينا نتابع بنفسه هو قال ايه ونرجع نكمل. انا مبسوط كتير في انضمامي لنادي الاهلي. اول مره سمعت في نادي الاهلي وانه عم بتطلع علي يمكن بدنياني اجي، كتير كتير انبسطت. ولما قلت لاهلي كمان يعني انبسطوا. ابوي بيعرف نادي الاهلي من لما كان صغير، والنادي يعني كبير كبير كتير في الدنيا كلها، ويعني انا فخور كتير في انه صرت لعيب نادي الاهلي. المفاوضات بدأت معايا من شي شهر. الايجنت تبع المانجر اتصل فيي قال لي انه نادي الاهلي عم بيطلع علي وفي انه بدهم يجيبوني. فمن هاليوم قلت لحالي انه ان شاء الله اقدر اجي على نادي الاهلي. نادي كبير كبير كتير، وحسيت بقلبي انه بدي اعمل كل شيء انا ببدايه لاوصل على النادي الاهلي. كان في عروض تانية من بلاد تانية، بس انا اول ما اجوا نادي الاهلي وقالوا انه بدهم اياني، دغري عرفت مع حالي انه انا بدي اجي لهون، والحمد لله صارت. الجمهور تاع نادي الاهلي يعني خلاني احس اكثر انه بدي اجي. الواحد مش كل يوم بيجيك فرصه تلعب قدام 70,000، ويعني إنه الواحد يكبر ببلد عربية. وأنا مهم لي كمان إنه أرجي علم فلسطين، أرفع رأس فلسطين في الأيام اللي جاي هلأ. فإن شاء الله أنا أقدر أرفع رأس فلسطين ويكونوا معانا كل الجمهور، وإن شاء الله نربح قد ما بدنا نربح مع الأهلي. في العروض اللي كلها إجتني أنا تمسكت في نادي الأهلي عشان إنه هي نادي قرن افريقيا. يعني انه شو بده الواحد يقول، نادي كبير ونادي انه الواحد ما بيقدر يقول لا. انا كفلسطيني وكعربي ما بقدر اقول لا. هي لإلي نادي الاهلي مش بس نادي فوتبول عادي زي اي نادي، هي نادي العربيه الافريقيه. يعني انه انا فيني ارجع حالي وارفع راسي وراس عيلتي وراس كل الفلسطينيين ان شاء الله. قبل ما اجي انا حضرت كم ماتش للاهلي كمان ضد الاتحاد في كاس الكلوب وورلد كاب انا بقول له، ويعني صراحه تفاجأت كمان شوي في اللعب وفي الجمهور يعني كانت هي في السعوديه والجمهور الاهلي مل الاستاديوم. وهي شغلة كبيرة لإلي كمان إنه الواحد يشوف إنه بيقدر يلعب على درجة أولى 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 قدام الدنيا كلها. والصراحة أنا بآخر أنا جاي على أهلي أربح كأس. طول حياتي أنا بدي أربح كأس، وهون في أحلى فرصة إنه الواحد يربح للشامبيونز ليج ويربح البريمير ليج، وإن شاء الله نرجع نوصل على كأس العالم الفرق. أبي بعرف كثير في نادي الأهلي، وأهلي في لبنان الفلسطينية بحيوا نادي الاهلي كمان. وصراحه انا صرت اهلاوي بسرعه، وشو بدنا نقول يعني وصلنا لهون والحمد لله انا مبسوط وانا صرت اهلاوي. يعني شو بدنا احنا من هيك. امام عاشور بعرفه من الدنمارك،
لما انا كنت العب في الدنمارك. وفي بيرسي تاو عرفته، وعرفت كم لعيب بعد، الشناوي طبعا الحارس، حارس مصر، فعرفت كم لعيب. بس صراحه انا ما فكرت فيها، انا ضليتني اشوف حالي في نادي الاهلي. ما طبعا اللعيبه مهمه ومع مين تلعب، بس اخر شيء انا انه اقدر اشوف حالي انا وسام ابو علي في نادي الاهلي، وهي انا هون. انا جاي النادي الاهلي جاهز في التحدي. اخر شيء احنا كلنا فريق، والاهم شيء انه نربح الكاس، نربح الشامبيونز ليج، نوصل على وين ما بدنا نوصل كفريق. بس اذا بطلع حالي كوسام، انا جاي بدي العب، وان شاء الله انا باجي بالتمرين وبالماتشات لما تجينا الفرصه انه انا لازم العب. غير هيك بنشوف شو بصير. يعني اخر شيء كولر بحط الاول لعيبه، واذا انا بكون منن بكون مبسوط، واذا لا رح اتدرب احسن واحسن واوصل لين. انا سمعت انه كولر حضر ماتشات فيي وحب اللي شافه، وانه انا يعني في الطريقه اللي هو بحب يلعب، يعني ماتش زي ما الواحد بيقول، انه بيشوفني انا كهجوم في نادي الاهلي. سمعت انه بحب الطريقه اللي بعمل انا بريس فيها، بدافع كاول دفاع كهجوم. وطبعا انا جاي لهون افوت جوال، وهي اهم شيء. فيناش نلعب 30 لعبه من دون جول، وعشان هيك انا جاي اهم شيء افوت جوال عشان نربح الماتشات اللي بنلعبها. انا حابب اشكر مستر كولا عشان اصراره للتعاقد معي. انا كثير مبسوط انه هو شافني العب الماتشات، وانا حابب انه ارجيه انه انا قد المسؤوليه، واللي شافه هو انا راح ارجيه. انا احلامي مع النادي الاهلي العب في الشامبيونز ليج الافريقي، اربح البريمير ليج، اقول قدام جمهور نادي الاهلي، اروح على كاس العالم الفرق، العب ضد فرق كبيره من اوروبا كمان مع نادي الاهلي، نربح وان شاء الله نوصل للفاينل كمان بالكلوب وورلد كاب. انا عايز اقول لجمهور الاهلي انه انا مبسوط كثير انه وصلت لهون صوره اهلاوي، ومن اليوم راح ابلش في كل ماتش في كل تمرين اعطي 100%، وان شاء الله نربح ونفوز بكل البطولات مع بعض. يعني بالتوفيق للاعبنا وسام ابو علي، ان شاء الله بالطموحات اللي انت قلتها والاحلام اللي عندك تقدر تصنع لنفسك تاريخ مع النادي الاهلي باذن الله، وتكون فتره ناجحه جدا ليك وللنادي الاهلي باذن الله.